باركاليغون. الدواء العلاجية: يستعمل هذا الدواء لتزويد جسم البوتاسيوم. يصيب استعمال هذا الدواء في حالة نقص البوتاسيوم في الدم. يؤخذ كعلاج الذي يساعد على زيادة معدل التبول. السلام عليكم، اسمي أسامة كنتري من ولاية خنجرة وعمري 25 سنة. أنا إنسان عصامي، يعني ديت البعد طلعت للجامعة بريمير سيمستر وحبست. على حبست تقول لقيت باللي الجامعة ماهوش المكان اللي راح نفرح فيه ولا راح نضيع 5 سنين على جال شهادة، مانيش فرحان. بديت القراية تاع الذكاء الاصطناعي، برمجيات وسيت ويب تطبيقات كلش، وكان في عمري 16 سنة. 16 سنة درت أول بروجي تاعي مدرسة ذكية. بعد 23 سنة سي بون، كي بديت نخدم بديت نقري، ما ديتش الباك وقعدت نقري، قريت تسويق إلكتروني، قريت تجارة إلكترونية، قريت انفورماتيك. بعد المدة هذه سي بون الدار ولاو يديروا فيها ثقة، يعني عرفت باللي الوالدين حتى يديروا فيك ثقة باش تقدر دير القرارات تاعك. المشروع الأول تاعي بعنوان الشهداء يعودون إلى الحياة، درنا لوحات جامدة، درنا لهم أبليكاسيون. الأبليكاسيون هذه كي تفتحها تفتحك ديريكت الكاميرا، الكاميرا كي توجهها نحو أي شهيد راح تلقى الشهيد من اللوحة تبدل الصورة تاعو ولا ديريكت يهضر معك. وقتها عرفنا باللي المشروع تاعنا نجح. نجحنا كي شفنا إنسان كبير قاعد بحدا لوحة هاز تليفون ويسمع الشهيد ومن بعد هبطوا له الدموع. هذا جهاز تعرضوا فيديو حجم تاعو كبير صح، درنا راح نصغروه نديروه نظارات فقط. بس حاليا كان موضوع اولي هايل بزاف، دوكا درنا فيه كيتمان باش مثلا في المكتبه ولا في اي حاجه ما يديرونجيش الناس اللي بحذا يسمع وحده بارك. درنا منين يركب كافيار بس داخل فيها تكنولوجيا تاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الالو. هذه الكاميرا كيما راكم تشوفوا هنا، يبقى يلبس الكاس كيما هكا، هكا راني ما نشوفش. في الفريق تاعي نخدموا فيه 6، فيهم المصمم، فيلم ميكر، ديزاينر، مبرمج، كاتبه، مسوقه، فريق متكامل. المشروع الثاني تاعنا اسم تاع R2I، جات الفكره تاعو كي دخلنا المكتبه، يعني مكتبه تاع مطالعه كبيره خلاص الناس الكل قاعدين فيها. من بعد جيت خارج لقيت واحد الكوتي ظلمه صغير خلاص الهيت، كي دخلت لقيت فيها 4 كتابات ولا 5 كتابات تاع الناس اللي ما يشوفوش. قلت كيف احنا عايشين الهيت كامل مع بعضنا هما في عالم واحد، قلت لازم حتى هما يندمجوا مع المجتمع تاعنا، يقعد معايا يقرا معايا عادي جدا. زدت شخصيت لقيت الكتابات تاعهم صغار خلاص ماهمش قاعدين يعيشوا واش رانا نعيشوا. عودنا حوسنا بزاف، لقينا كاينين احصائيات كبيره تقول سبب الوفاه تاع كثير منهم هو انه ما يعرفش الدواء ويشرب. هكا كنا نزيدو نحلو لهم حتى المشكل هذا، مجرد انه يهز الدواء يوجه لاباراي اللي راكبه في عينه راح تقول له الاسم تاع الدواء، راح تقول له وش هما دواء الاستعمال وش هما مضار الاستعمال باش هكا يعرف الدواء ويفيتيه ولا يشربه في الوقت تاعو. الدواء العلاجية: يستعمل هذا الدواء لتزويد الجسم بالبوتاسيوم. يصيب استعمال هذا الدواء في حالة نقص البوتاسيوم في الدم. يؤخذ كعلاج الذي يساعد على زيادة معدل التبول. بعد هذه زدنا فوتنا مشكل واحد اخر، لقينا باللي كاينين بزاف مستغلين الفئه هذه لي تاكسيات، يعني يدخل يشوفوا ما يشوفش يخلصوا مثلا 100,000 الاخر يرد له 20,000 برك تما كرسه 80,000 درنا يهز برك الدراهم يفوتهم على لاباراي هذي. سي بون واحد يقول له اسكو هكا هز 20,000 50,000 100,000 ايتترا 200,000 2,000 دينار. بعد هذه ما حبسناش هنا، زدنا سقسيناهم وتوسعنا معهم بزاف، لقينا باللي اكبر مشكل عندهم هي العصا هذه. العصا هذيك تجيب له الاحراج، تجيب له كره تاع المعيشه تاعو. تما كي قاعدين يحكيو لنا بزاف يكرهوها. الحاجه اللي فريق تاع ارتو فيديو حاب يديرها انه حاب يرد الحاجه اللي قاعده تنسى، ردينا الشهيد اللي راهو بدا يتنسى من التاريخ تاعنا ولينا ما نتفكروش بزاف غير في الاعياد. قلنا خليه يرجع خليه يهضر خاصه مع الجيل الصغير. لقينا باللي الفئه تاع المكفوفين بداو يتنساو، بداو يتهمشوا ولا تهمشوا سي بون. قلنا حتى هما نعاودوا حاولوا لك نعاودوا نردوهم يعاودوا يقدر يقعد بحذايا برك ويقرا كتاب. هذه برك بليزير كبيره. دوكا المستقبل تاعنا ان اي واحد كي شغل محقور في بلادنا بالذكاء الاصطناعي راح تقدر تعاونه.